يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 30، الصغرى 22، الإسكندرية 27، 22، مطروح 26، 21، بورسعيد 28، 23، والإسماعيلية 31، 21، السويس 31، 21 أيضا، العريش 29، 22، طابة 31، 24، شرم الشيخ 35، 26، الغردقة 35، 25. ننتقل إلى الأقصر والعظمى فيها 41، الصغرى 25، أسوان 43، 27، الوادي الجديد 37، 22، شلاتين 37، 27، حلايب 34، 26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.